مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات خاصة بالعيد، وما زلنا في أسبوع العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وأخواتنا الأقباط طيبين. طبعا النهاردة هنعمل من الوصفات اللي بنحبها كلنا، اكيد البسكوتات ليها معانا يعني ايه حظ ونصيب ان شاء الله. النهارده هنعمل بسكويت النشادر، بسكوت كلنا بنحبه وانا شخصيا بموت فيه، ما بقطعوش طول السنه موجود في البيت عشان بحب قوي اكله الصبح او ممكن اكله مع حاجه بالليل. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه غير بسكوت النشادر. احنا وعدنا صديقتنا ام جوزيف امبارح ان احنا هنعملها الغريبه، ان شاء الله هنعمل الغريبه بس الناعمه البيضة هنعملها ان شاء الله، وهنعمل كمان بسكويت لكل اصدقائنا اللي ما بيحبوش، يعني هنعمله بالزيت بعيدا عن الزبده والسم اللي بيتضايقوا. وكمان ليكوا حظ معايا على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي لكل الوصفات الخاصه بحضراتكم بعيدا لمرضى الحساسيه. انا معاكم لو عوزتوا اي اسئله، وبشكر حضراتكم للمتابعه وشكرا انكم بتابعوني من خلال قناه الاهلي. اسمحوا لنا بقى نبدا. يلا اول حاجه الشوط الاول بتاعنا بدا وهنبدا نقول مقادير بسكوت النشادر. اول حاجه عندي 750 جرام من الدقيق، كيلو لربع من الدقيق، عندي نص كيلو من الزبده النيوزيلندي، طيب او اي نوع زبده حضراتكم تفضلوه، عندي 200 جرام سكر بودره يعني كوبايه، عندي 100 ملي من اللبن يعني نص كوبايه، معلقه كبيره ممسوحه من النشادر، ومن 4 لـ5 بيضات على حسب حجم البيضه، انا سبتها اختياري، اللي عايز يكتفي باربعه ماشي، اللي عايز يحط 5 ماشي، هو كيلو دقيق عموما بياخد 5 بيضات بالنسبة لبسكوت النشادر. طيب الفانيليا طبعا أكيد مش هنستغنى عنها. طيب أنا هبدأ بالزبدة. على فكرة البسكويت النشادر بينجح بالسمنة كمان، يعني أنا كل ما هلاقي حاجة كده في الوسط نقدر يعني نستغنى عن الزبدة ونقول مثلا ممكن بالسمن، ممكن بالسمن هيبقى رائع. وفي كمان بسكويت بالزيت، يعني في كل حاجه، بس طبعا البسكويت بالسمنه بيطلع ناجح بس في حاله واحده، اما تعملوه بالمكنه، يعني لما تبقى المقادير بتاعت حضراتكم مش على جيب الحلواني، على الماكينه بتاعتنا بتاعت زمان اللي احنا عارفينها، بيطلع مظبوط كمان وجميل جدا. طيب هبدا اول حاجه اوريكم بس قوام الزبده. القوام بتاع الزبده يعني ما هوش ايه، مش عايزاه يبقى زي ما بيقولوا ايه كريمي او بدات خلاص تسيح زياده، انا عايزاها ماسكه نفسها بشكل او باخر، بس حس ان انا احط صباعي يفضل ايه يعني بدوس هي لسه جامده شويه معايا. طيب هاخد كده سباتولا من هنا بسم الله، وهروح على العجان. طبعا اللي مش عنده عجان مفيش مشكله، نقدر نعمل ده بايدينا على فكره، نقدر نعمل ده بايدينا جدا وهيطلع ناجح برده، نقدر نعمل ده بالمضرب الكهرباء او بالمضرب السلك العادي، بس انا شايفه ان مضرب السلك العادي ده هيبقى مرهق لحضراتكم قوي لايديكم، الاحسن نعمله بايدينا بقى على طول. يعني في الافران، في الافران بيعملوه على ايديهم على فكره في طبق كبير كده، ويروحوا عاملينه على ايديهم على طول، وساعات بيضيفوا له حاجه اسمها ريحه الموز بتتباع عند العطار، وغالبا ما بيحطلوش نشادر عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، بتاع الافران ما بيتحطلوش نشادر، بيحطوه بالفانيليا كده على طول، ما بيتحطلوش اي حاجه من النشادر، النشادر دي احنا بنعملها في البيت بس. بسم الله هطري بس الزبده شويه ضربه كده لوحدها قبل ما اضيف سكر البودره. واسمحوا لي اشكر كل اصدقائي متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، واللي متابعيني على الصفحه الشخصيه تحيه لحضراتكم، واوعدكم ان شاء الله هنزل لكم حاجات صحيه، بيتي فور صحي، كحك احنا نزلناه صحي، عملنا بسكوتات كمان صحيه، ان شاء الله كل حاجه انتوا عاوزينها نعملها، ونعملها كمان من خلال برنامجنا اذا الوقت ما ساعدش ان احنا نعمل كل ده في رمضان. بعد العيد ان شاء الله نعمل حاجات لمحبي الاحتفاظ بالبسكوتات دي طول السنه عندكم في البيت، ان شاء الله هتستغنوا عن انكم تشتروها من بره. وخلينا برضو نقول ايه، انه في بعض الاماكن والمحلات المحترمه للحلويات بتستخدم خامات كويسه جدا، بتستخدم الزبده النيوزيلندي دي، ولذلك ممكن تكون ايه الحاجه قيمه الحاجه عندها غاليه بس بتبقى والله مكلفه حاجتها، لكن احنا نقدر نعمل ده بكل سهوله في البيت وما نبقاش محتاجين للشراء. احنا زمان كانوا اهالينا بيعملوا كل حاجه في البيت، وكان زمان بيتعمل كمان في البيت بس كمان بعامل يدوي يعني بالايد. بسم الله نضرب بقى كده خليط السكر ال 200 جرام مع الزبده اللي احنا حطيناها. ونخلطهم كويس قوي لحد ما الخليط ده يتجانس كويس جدا جدا، علشان ايه؟
علشان يبقى كريمي شويه. وهجهز بقى جنبي كده هنا البيض. طبعا خلوا بال حضراتكم البسكوت الفلاحي، البسكوت الفلاحي بتاع زمان اللي كنا بنعمله الهش الرائع ده. خليني كده ايه اخد كده هنا، بصوا هنا انا حطيت على الدقيق ايه رشه ملح، اقلب بس فيها الدقيق كده. وبعدين اللبن بقى اللي معايا ده انا هدفيه هنا على النار كده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده، عايزه ادفي اللبن، اللبن عايزاه دافي. بسم الله، ولو عوزت زياده هزود. انا ممكن ايه الكيلو دي بياخد بالظبط كوبايه لبن، بياخد 5 بيضات. بصوا بقى الزبده افتحت ازاي، لسه برضو هنزل اللي في الجناب. بصوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي، جميل ازاي. تعالوا بس ايه نزل اللي في الجناب كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان ايه لما يختلطوا يبقى الخليط كله داخل كويس في بعضه اهو. بصوا بقى بتطلع خليط جميل وما تخرصش مننا. طبعا البيض كالطبيعي بنستخدم بيضه بيضه، لو احنا هنستخدم السمنه في الوصفه دي يبقى حضراتكم هتحطوا السمنه وتكون شويه ماسكه نفسها، مش سمنه سايله زي الزيت، لا سمنه مرمله. طيب بسم الله نخلط خلطه كمان. وهاخد كده معايا الفانيليا مع البيض. وبعدين هقول لحضراتكم على حاجه، بسكوت الفلاحي بتاع زمان الهش ده بيتعمل وكانوا بيضيفوا له برتقان، يعني يحطوا البرتقان ونص كوبايه مثلا ويروحوا مدوبين فيه على طول معلقه النشادر، فكانوا ياخد الطعم البسيط ده من غير قشر برتقان ولا حاجه، كانوا بيحطوا النشادر ومع البرتقان. بصوا بقى الزبده كمان بدات تفتح، لونها كمان يفتحها اكتر واكتر. بسم الله هبدا بقى هنا وهي شغاله كده، هضيف بيضه 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 تتشرب، اضيف التانيه. بسم الله هنحط الفانيليا ومعانا زينه. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا فاس؟ اهلا وسهلا يا زينه، ازيك حبيبتي؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه وحشتينا، والجمال بس والتعلق احنا مش قد الحاجات دي والله. يا روح قلبي ده انتي كل ذوق، يا روح قلبي ده جمال عيونك انتي والله. حبيبتي ربنا يخليكي، واحنا عايزين نبارك بس على ماتش الرجاء والصعود للدور الرابع النهائي. طبعا الف الف مبروك يا حبيبه قلبي. الحمد لله احنا في غايه السعاده والله، والاهلي هو سبب فرحتنا. يا روح قلبي دايما دايما يا رب يبقى سبب فرحتكم دايما يا حبيبه قلبي. حبيبتي وهي زينه هتسلم على حضرتك بسرعه بس قوي. طبعا اديهاني. الو ازيك يا سيف عبيم، عامله ايه؟ اهلا 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 اهلا، ايه القمر ده؟ وحشتيني قوي. وحضرتك كمان. عايزه بوسه بقى. وانتي بوسه من هنا ومن هنا. كتير قوي. حبيبه قلبي انا بحبك قوي وعايزه ابارك على ماتش الرجاء والجداوي. طبعا الف الف مبروك للاهلي يا روح قلبي، الف مبروك للاهلي. دايما كده يا رب في نجاح وتالق، دايما رافعين راسنا دايما. تسلمي لي يا زينه، ميرسي يا حبيبه عمري، ميرسي ان انا سمعت صوتك يا حبيبتي، شكرا ليكم. طيب انا دلوقتي نزلت اول بيضه اتشربت تماما، بصوا بقى هبدا اشغل كده بالراحه وننزل البيضه بيضه ثانيه لحد ما ايه نخلص كميه البيض بتاعتنا. دول نزلوا مع بعض ماشي اهو، والخليط هيبدا يفتحها خالص. بسم الله اهو نشرب كميه البيض كلها، وحطينا طبعا الفانيليا. طيب انا دفيت اللبن ورفعته دلوقتي عشان انا مش عايزاه سخن، انا عايزاه دافي اهو. وحطيت هنا ال على الدقيق احنا حطينا ذره ملح صح، هاخد بس شويه العصير البرتقال دول، وادي النشادر. بسم الله تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده عندي هنا النشادر، خليها بس اقلب الدقيق الاول شويه واحطه، انا حطيته خلاص مع ذره الملح، هنزق شويه بس كده
بسم الله الرحمن الرحيم، ما بنزلش بالكمية كلها في الأول لحد ما أشوف القوام، لأن ممكن قوي نوع دي ده يختلف عن نوع دي اللي حضرتك بتستخدمي. دايما بأمن نفسي لما يكون أنا أزود أفضل بكتير ما أنا الخليط يبوظ مني وأنا مش عارفة أتعامل معاه لحد ما أدوب بس أنا النشادر وأوريكم فوران النشادر بيبقى عامل إزاي والتفاعل بتاعها. بسم الله نخلط كده الخليط شوية، وطبعا إيه أدخلهم في بعض، وبعدين هغير الكف بتاعي ده ضروري عشان خلاص الشبكه دي هيبقى تقيل عليها العجين، دي برده مهمه عشان حضراتكم تحافظوا على الايه الادوات او الاداه بتاعه الايه العجن ما تتكسرش او الشبكه دي تتكسر. وناخد بقى الكف بتاعنا، ومعانا هشام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فندم، اهلا بيك. انا هسميكي ست عظيمه العظيمه. الله يخليك يا فندم، شهاده على راسي من فوق والله. شكرا. يا شيف عظيمه انت، احنا بنشكر الاهلي ان هم جابوا لنا ايقونه جميله. الله يخليك. وعايز اقول لك انت حلتي لي لغز ما 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 كنتش عارف احله طول حياتي. ايه هو؟ ان مراتي ترضى عني وتشوف معايا قناه احنا الاثنين نشترك فيها نتفرج عليها. يا نهار ابيض، طب الحمد لله يا فندم، دايما متجمعين في الخير يا رب دايما. انا يعني كنا دايما في اوقات اجيب انا القناه وهي عايزه تقلب القناه، دلوقتي بتقول لي لا انا هشوف معاك الاهلي. يا فندم ده شرف ليا والله بجد وعلى راسي من فوق، شكرا وتحيه لزوجه حضرتك بجد والله بشكرك جدا. شكرا لحضرتك، حضرتك مش محتاج اي حاجه. طب او هي محتاجه اي حاجه؟ احنا بنغلب ايوه في الفته الفته الاصليه القديمه بتاعت زمان بقى، بالثوم بالسلطه. حاضر من عينينا بس كده، فته بالموزه نبقى سعداء يعني. حاضر يا فندم من عينيا بس كده، حاضر من عينيا الاثنين نعملها. وتحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب واسرتك جميعا يا رب. شكرا جزيلا ليك استاذ هشام، شكرا. متشكره جدا والله، الكلام ده غالي عليا جدا والله بجد، شكرا لحضراتكم. انا هحط هنا بصوا اللبن دافي، هحط معلقه النشادر وهقلب وهوري حضراتكم القوام هيتغير على طول. بصوا ده حد بيتصل اسمه كده هديه يا جميله، انا معجبه باسمك اصلا حبيبتي، هدية بجد والله. معانا هنا بنات جمال جدا في الكنترول بجد والله، يعني للأمانة كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني أنا سايباها بس شوية هوري حضراتكم قوامها، بصوا بيعلى ازاي وقوام اللبن بيختلف. هزود بس شوية دقيق صغيرين وهنضيف بقى الايه النشادر بتاعتنا مع اللبن. العجينة دي عجينة لجيب الحلواني، لجيب الحلواني. هزيف برضو البرتقال بيدي طعم حلو قوي يعني مع الايه مع الخليط الحلو ده، مش هيقول لا. بصوا حضراتكم خليط اللبن اختلف ازاي، هجيبه هنا تشوفوه اكتر. بصوا الخليط بقى هنا كده، خليها كده عايزه اوريه لكم بالمعلقه، معلش. شوفوا بقى تفاعل النشادر، اللبن يبقى دافي شويه، بصوا بقى عامل ازاي اهو. طبعا البسكوت ده بس ده بيتفاعل اسرع واقوى وما ينفعش ننتظر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ما ينفعش ننتظر عليه؟ يعني لازم نخبز البسكوت على طول، لو سبتوه هيتخن وهيطرى وهيبقى وحش جدا، يعني يتقطع على طول مباشره اول ما يخلص العجين. تعالوا نبص بصه، انا حطيت طبعا شويه من سوائل البرتقال، نشوف كده رائع. بس لا هنحط بقى شويه الدقيق اللي باقيين. شفتوا بقى انا الواحد بيأمن نفسه، ودي من اجمل الحاجات ان الواحد يحط المعيار مظبوط. بس حتى لو انا ضامنه انه مظبوط فخلينا دايما نأمن نفسنا بشويه اخيره من الدقيق لاخر لحظه. وكده انا خلاص هديله بس خلطه بسيطه وهبدا اشكل الايه بسكوت بتاعي. بصوا بقى خليط البسكويت، بسم الله ما شاء الله، هوري لحضراتكم. الله شايفين ده مفيش اجمل من كده. طيب ناخد بقى جيب الحلواني، انا مجهزه لحضراتكم هنا التاب دي بتاعت اللي هي المشط،
بنعمل بيها البسكوت التقليدي بتاعنا اللي احنا عايزينه. طبعا تقدروا تعملوا اي اشكال. لو حضراتكم عايزين ما تستخدموش جيب الحلواني وتستخدموا الماكينه بتاعه البسكوت، هتزودوا 250 جرام، هيوصل للكيلو دقيق، هيوصل للكيلو دقيق. هي دي، وهي بتبقى كوبايه معيار الميجرنج كاب 250 ملي. انا بقى هاخد من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبالاسباتيولا كده عشان ابدا ايه اطلع الخليط احطه اشكل مع حضراتكم. بصوا بقى، دي عجينه لينه لجيب الحلواني، ماشي اهو. طبعا بيطلع هش وجميل، كل الاحوال حلوه. ماكينه زمان مفيش احلى منها. لسه كنا بنتناقش مع بعض واحنا موجودين سوا في الكنترول، بنقول انه مفيش احلى من ايام زمان، ايام ما الواحد كان في بيت العيله والسجان بتاعه الافران، الشباب كانوا ينزلوا يجيبوها الكبيره وكنا نخبز ونعمل ده، والماكينه حد بيلف الماكينه وحد بيقطع البسكويت في الصاج عشان يبقى مظبوط وشكله حلو. هناخد بقى كده، وناخد كمان منا واحنا بنشكل البسكويت. اهلا يا منا. عظيمه، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، شرفتينا. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. حبيبه عمري، وانت بصحه وسلامه وسعاده يا رب. ربنا يخليك. انا كنت بكلمك قبل كده، بس انا قعدت ادور عليكي بقى، تابعتك على قناه انا طلعت هنا في الاهلي انا يعني ما كنت، انا ماليش اصلا في الكوره ولا في الرياضه، بس انا بصراحه برضو قلت لازم اكلمك واسمع يا حبيبتي. يا حبيبتي تسلمي، واقول لك تسلم ايدك على كل حاجه، دايما متالقه ومفيش حاجه بجربها من تحت ايدك الا ما بتطلع زي الفل. يا رب سعيدك حبيبه قلبي، تسلمي لي. ربنا يخليك يا حبيبتي. يعني الكحك بتاعي كان عامله والبسكويت وكل حاجه زي الفل. تسلم ايدك يا شفاطي. يا روح قلبي تسلمين، انا بشكرك جدا، ميرسي لذوقك وشرفتيني ونورتيني بجد والله العظيم. وربنا يخليك يا شيف عظيم، وكل سنه وانت طيبه يا رب، ودايما متالقه كده ان شاء الله باذن الله. امين يا رب، احنا وانت، واسمع صوتك دايما حبيبتي. شكرا ليكي والله، يعني سعيده جدا جدا، وشكرا انه يعني الناس اللي حتى مش بتتابع الكوره بس بتحترم المكان وبتتصل وبتتابع، انا بشكركم والله فعلا جدا جدا. بصوا بقى التشكيل، بصوا بقى البسكوتة جميلة ازاي. عايزين تطولوها تقصروها، دي ترجع لحضراتكم، ماشي. انا بظبط بقى الجناب دي زي ما انا عايزة. بصوا بقى، انا دلوقتي اهو بشد عشان يبقى رفيع. طب افرض انا عايزاها بسكوتة تخينة شوية محملة، بعمل كده. بصوا بتخن، بمشي بالراحة واتخن، فما بتخن بتخن معايا الايه البسكوتة، ماشي اهو. شايفين حضراتكم مفيش اجمل ولا احلى من حاجه البيت الجميله والاجواء الحلوه اللي ايه اولادنا يساعدوا فيها، واحنا كمان بنبقى مبسوطين قوي، يعني احساس رائع. كمان ندى وكلهم بيبقوا مبسوطين. حبيبتي ربنا يسعدكم جميعا، والساده المشاهدين وكل اللي بيشوفنا وبيتابعني على قناه الاهلي او بيتابعني من خلال صفحتي الشخصيه، ربنا يسعدكم جميعا يا رب. شكرا جزيلا. بصوا كده، شوفوا الجمال. الله ما شاء الله. طبعا البسكوت ده هتعملوا بقى اكتر من صاج، لازم نسيب مسافات كده بينهم، بيدخل على طول على الفرن على الخبز 180 على الشبكه في النص. لو فرن حضرتك حامي زياده خليه 170، ماشي اهو. هحطه على الشبكه فوق، وطبعا نخلص الصاجات على طول، يعني احنا دخلنا دول الباقيين بيتشكلوا سواء من خلال الماكينه او من خلال جيب الحلواني. دلوقتي احنا خلصنا بسكويت النشابر، واتمنى يا رب ان الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. واسمحوا لنا بقى، بما ان الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول، هنطلع لاستراحه ونرجع نستكمل مع بعض في بدايه الشوط الثاني في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. هنبدا في الغريبه علشان ام جوزيف حبيبتنا. الغريبه وصفتها سهله وبسيطه جدا، ثلاث مكونات بس، ثلاث مكونات علشان ينجحوا معانا وتطلع جميله ومش بتبصم، يعني مش بتسيب اثر واحنا بنشيلها، وتبقى برضو يعني دايبه كده وبتدوب في البق. تعالوا نقول هنعمل ايه. اول حاجه عندي في المقادير للغريبه، عندي نص كيلو من الدقيق، لو هعمل نص كيلو من الدقيق، وعندي ربع كيلو من السمنه، السمنه لازم تكون ساقعه.
طيب عندي كمان كوبايتين الا ربع من السكر البودره، كوبايتين الا ربع من سكر البودره. طيب التزيين بقى زي ما حضراتكم تحبوا، اما لوز او فستق او كريز اللي او زبيب، اللي حاجه انتوا تحبوها سيبوها ساده اللي يريح حضراتكم. طيب انا الـ 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 الاول حاجه في الغريبه لازم السمن ده يكون ساقع، ساقع علشان ايه؟ ما يبقاش دايب، لو هي دايبه زي الزيت مش هتبقى حلوه. طيب ناخد مدام ثريا، اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ اهلا اهلا وحشتيني حبيبه قلبي مدام ثريا. حبيبتي ميرسي. ايه الحلاوه دي والجمال دي، ربنا يحميكي. امين يا رب. يا حبيبتي حياتي تسلميلي، ربنا يخليكي. جميل قوي حبيبتي، اتفضلي. جميل قوي عليكي حبيبتي. حبيبتي ده من ذوق حضرتك والله. وبتسلم ايديكي، تسلم ايديكي حبيبتي على الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. تسلمي يا روح قلبي. بارك لك يا بنتي. امين يا رب امين. تحيه لحضرتك ولاسرتك بنوتك الجميله. ميرسي ميرسي كتير حبيبه قلبي. تعبينك معانا عشان تكلمينا من استراليا، تعبينك معانا. اوعي تقولي كده، دي اقل حاجه حبيبه قلبي. ربنا يخليكي مدام ثريا ويسعد اوقاتك، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل اخواتنا الاباط بخير وصحه. ميرسي، كلك ذوقي عظيمه حبيبه قلبي. حضرتك تأمري باي حاجه؟ أعوذ سلامتك حبيبتي. تسلميلي تسلميلي، ميرسي ميرسي لحضرتك قوي، ميرسي ميرسي لاتصالك ولسماع صوتك الجميل مدام ثريا، شكرا جزيلا ليكي حبيبة قلبي، شكرا. يعني أحلى حاجة محبة الناس، محبة دي بتاعت ربنا فعلا. واسمحوا لي أنا يعني ببعت لحضراتكم باقة حب من خلال شاشة قناة الأهلي لكل أصدقائي اللي بحبهم، ولكل الناس اللي بجد بتدعي لي دعوة من القلب وهي ما تعرفنيش، وغير الناس اللي بتعرفني، وطبعا لأسرتي وإخواتي ولزوجي والأولادي. ببعت لكم باقة حب كبيرة جدا. طيب يلا بينا هنبدأ مع بعض. بصوا بقى، أنا ممكن أعمل حاجة كده أوريكم لو أنا مش عندي مكنة ولا عندي حاجة، تيجي كده نجرب نعملها سوا بإيدينا، يمكن ربنا يكرمنا كده وتصلح وتبقى حلوة معانا. تعالوا كده نشوف. بسم الله. طبعا بنشف البولة كويس عشان يعني ايه تبقى ما فيهاش، عشان المادة الدهنية ما تبقاش فيها مشكلة مع المية. هقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي. اول حاجة خليني امسك السمن كده واضربها الاول، هفككها الاول كده الاول بس عشان هي جامده، هفككها كده الاول وبعدين بايديا. اول ما حراره ايدي السمنه دي هتاخد حراره ايدي، تاكدوا انها هتدوب تماما. طيب تعالوا بقى، سمنه بلدي طبعا. بصوا بقى هبدا. معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ايه النور ده؟ ده انا مامتي دعيالي ولا ايه؟ لا يا قلبي، ده انا اللي ماما دعيالي. ربنا يخليك يا رب في كل خطوه سلامه، ودايما دعيالك، انت عارفه محبتك. حبيبتي والله حبيبتي، مش قادره اقول لك قد ايه انت بنتي وحبيبتي واختي وكل حاجه. ربنا يخليكي ليا والله، وعقبال ما تفرحي باسلام ان شاء الله، ولو اني عارفه انه اهلاوي متعصب. كلنا اهلاويين. انا عارفه والله، انا عارفه. والله لا انت عارفه، يعني لما يكون في ماتش للاهلي مش قادره اقول لك بيبقى في كهرباء في البيت. هو انا ما سمعتش في التليفون؟ ما انا سمعت. يا حبيبتي مش قادره اقول لك بجد والله. ماما لو سمحتي ما تخشيش، ماما ابقى عارفه ان في ماتش للاهلي، خلاص ما فيش، في كهرباء في البيت. في كهرباء طبعا. حبيبه قلبي دايما عامر. يا رب يا حبيبتي، ويحب فيكي خلقه ويحسن ما بين ايديكي يا رب. وحشتيني جدا جدا، مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي انت اكتر بكتير بكتير بكتير. ربنا يسعدك يا قلبي، ربنا يسعدك يا رب، وكل سنه وانت طيبه. كل اخواتنا الاقباط كل سنه وهم طيبين، وكل اللي ورا الكاميرات كل سنه وهم طيبين، وكل سنه والاهلي طيب. تسلمي. الاهلي حديث. الاهلي حديث. كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وقناه الاهلي طيبه، وربنا يسعدكم يا رب، ودايما من نجاح لنجاح. أمين. ودايما من تقدم لتقدم، ودايما رافعين راسنا. أمين. الاهلي دايما رافعين راسنا. ربنا أمين. يبارك لكم كلكم. امين يا حبيبتي، تسلمي لي، وميرسي على الدعوه الحلوه دي بجد والله. يا حبيبتي تسلمي يا ام اسلام، شرفتينا ونورتينا يا حبيبه قلبي.
شكرا ليكي، شكرا ليكي، شكرا لكل حبايبي، والله نورتينا. طيب بصوا بقى، انا خلطت ايه؟ اول حاجه خلطت السمنه البارده لوحدها. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي بارده، صح؟ طيب فتفتها كده بايديا، خدت حراره ايدي، بصوا بدات تدوب، شايفين اللون بقى فاتح ازاي؟ زي لون التلج كده. طيب ومصفر سنه برضو، يعني فيها الصفار البسيط بتاع لون السمنه. طيب خدت بعد كده كميه السكر، كوبايتين الا ربع سكر بودره. طيب نتكلم عن السكر البودره، نقول ايه؟ السكر البودره لو حضراتكم هتطحنوه في البيت بعد اذنكم الخلوق، يعني ايه؟ عشان بيبقى فيه بواقي كده بتبقى يعني ناشفه شويه، فالبواقي الناشفه دي بتخلي الغريبه تنشف، ما تبقاش حلوه. طيب الترميله بتاعت السمنه دي لما بطحن، بصوا بايدي كده اهي، خدت حراره ايدي وبدات شايفينها ازاي؟ هنضيف بقى الدقيق شويه شويه، نخلط بقى كده شويه حلوين من الدقيق، حطيت عليه ذره ملح واحده. وناخد معانا احمد، اهلا وسهلا. يا شيف عظيم، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. منوره قناه الاهلي ومنوره الدنيا كلها والله العظيم. ربنا يخليك، يسلم ذوق حضرتك، شكرا. احمد الدبيكي. اهلا استاذ احمد الدبيكي، حضرتك من متابعينا، يا نهار ابيض، شرفتنا يا فندم. ده انا اللي بذات شرف ان من متابعين قدامك. يا نهار ابيض، يا اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا طبعا، على راسنا من فوق. طبعا منوره الدنيا كلها والله. انا تعبت جدا قبل ما وصلت الصراحه يعني. الحمد لله ان حضرتك وصلت في النهايه، الحمد لله. الحمد لله دايما منوره الدنيا والله، في اي مكان حضرتك منوره الدنيا. و الله يخليك يا فندم، الله يخليك، كل حاجه بتقدمها لنا والله جميله يعني. ربنا يخليك يا فندم، يسلم ذوق حضرتك، وتحياتي لاسره سيادتك كلها. تحياتي لكل شخص بيعمل خلف الكاميرات وامام الكاميرات. الله يخليك يا فندم، يسلم ذوق حضرتك. حضرتك ليك اي طلب؟ طب استاذ احمد، يا ريت يعني معلش عايز اعرف الطريقه الصحيحه لعمل البتيفور، بس يعني ما يفتحش في الفرن. حاضر، من عيني اقولها لحضرتك حالا دلوقتي. عينيا ليك، اتفضل يا فندم، شرفتنا استاذ احمد، شكرا ليك. بصوا بقى دلوقتي انا بديها، بتاخد حراره ايدي طبعا، هتنعم، بس طبعا اللي بالايد غير الحقيقه. دلوقتي بقى انا هحطها في الماكينه، اديها الايه الخلطه عشان اقوى من ايدي بقى بشويه، لكن انا طبعا هفضل اعمل كده بس عشان وقتنا، والحق مع حضراتكم اعمل الوصفه الثالثه. بسم الله، هنحط كده الايه الحله بتاعتنا كده، ونحط الكف برضو عشان تتضرب ضربه حلوه. بسم الله، بسم الله، هنا تعالي كده لفي عشان اشوفك الناحيه دي. طيب كده، ايوه اهو. مين؟ قولي كده. هننزل بقى بقيه الكميه، طبعا هتعملوا انتوا بايديكم براحتكم خالص، خدوا وقتكم عشان ايه. طيب انا لما بستخدم دي جميع الاستخدامات، عشان بس نبقى اتكلمنا عنه في الوصفات بتاعه الكحك والبسكوت وكده، هي فيها ميزه ان هي ما بتعملش عرق زي البسكوتات الثانيه، زي انواع الدقيق الثانيه بيبقى فيها جلوتين شويه اعلى، فاحنا ايه بنخلي بالنا من الجزئيه دي. بسم الله، فبتبقى امان. البتيفور من الوصفات اللي بنخاف منه اما يفرش او يطرد الزبده، وفي الحاله دي لازم استخدم الزبده ساقعه. عاده كيلو الدقيق بياخد حوالي 625 جرام من الايه، ولو عندنا مقادير البتيفور يا ريت ننزلها على الشاشه بعد اذنك يا ندى عشان اصدقائنا، ونضرب ضربه حلوه. انتوا قدامكم قد ايه؟ قولولي. طيب دي مسقعه خمسه بس. طيب ماشي، ومعانا عزه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اهلا، وحشتيني يا حبيبه قلبي. الحمد لله، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه، وتسلم ايدك على كل اللي انت بتعمليه. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، شكرا لحضرتك جدا. انا كنت الاهلي طبعا، وانا اللي كنت دعيتك، ربنا يكرمنا قدام الرجاء. يا حبيبه قلبي، اهلا بحضرتك والله، تسلمين. انا زغرات الفوز للاهلي والله.
يا رب يخليك يا فندم، تحيه لحضرتك بجد. انا بس عايز اعرف ايه السردسيه التركيه؟ معلش انا هقف هنا عشان اسمع كويس حضرتك، معلش قولي لي تاني. عايز اعرف ايه الشركسية التركية اللي بسمع عنها، بس انا مش عارفاها يعني ايه هي الشركسية التركية. حاضر. لا دي جميلة جدا وبسيطة جدا، نعملها. حاضر. واقول لحضرتك دلوقتي كمان بتتعمل ازاي. ربنا يخليكي، كل سنة عينيا لحضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة. طيبين حبيبتي، تسلمي. الف مبروك لتصعيد النادي الاهلي اللي نص النهائي. حبيبة قلبي، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. اليوم كانت قد ايه؟ الله يبارك في حضرتك يا مدام عزة، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. بصوا بقى شايفين الخليط عامل ازاي، خريط الغريبة، وهي ما بتلزقش. لكن السمن ده مهم قوي قوي الخطوة دي. برضو في البيتيفور يا أستاذ أحمد، هنزل بعد إذنكم مقادير البيتيفور عشان أستاذ أحمد الدبيكي. وعايزة أقول لحضرتك إنه الزبدة هتطلع من التلاجة، هنقطعها مكعبات ونوزنها، وبعد ما بنوزنها هنحطها كده على الايه، على ترابيزه المطبخ او رخامه المطبخ، وبعدين نجهز بقيه الحاجات. بضرب الزبده الاول مع كميه السكر، وهنزل لحضرتك المقادير دلوقتي. السكر البودره اللي المفروض نكون احنا شارينه مطحون ناعم، او لو في البيت يبقى ننخله عشان يبقى ايه، ما فيهوش الحبيبات. طيب هناخد كده ونبدا نشكل بقى، اوري لحضراتكم على الصاج. بسم الله. طبعا الغريبه ما بنحطلهاش تحتها ورق زبده ولا حاجه، اهي ناخد كده على حسب الحجم اللي حضراتكم بتحبوه. يعني مثلا الحجم الصغير اهو، خلينا نعمل من الحجم الصغير اهو كده. بصوا بقى تيجوا تعملوا الكوره كده، العجينه ما بتشققش، يعني ايه ما فيهاش شرخ، ناعمه ناعمه خالص. شوفوا ناعمه يا غريبه، صح؟ وشوفوا جميله ازاي. طب هفترض حضرتك بتعمليها ولقيتيها بدات سايحه شويه، البيتيفور هيبقى معانا اهو يا استاذ احمد، معانا المقادير اهي قدام حضرتك. بنخلط الاول نسبه الزبده مظبوطه على فكره، 25 جرام دول حضرتك هتلاقيهم انت محتاجهم، هم ممكن يفرقوا في نص معلقه ولا حاجه، بس بيفرقوا في الخليط صدقني. يعني ده بعد ما الواحد ايه، في ناس بتقول 650 هيبقى زياده. اهم حاجه الزبده ساقعه والمكونات تبقى ساقعه، المكان حاجه تشتغل فيه ساقع. اذا لقيته بدا الخليط يبقى لين، حطه في الثلاجه قبل التشكيل، مش هيجرى له اي حاجه. الخليط اللي قدام حضرتك ده لجيب الحلواني، يعني اللي احنا بنستخدمه في جيب الحلواني، لكن اذا حضرتك حابه في الماكينه هتزود من نص لكوبايه دقيق على حسب الايه، نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدمه. تمام. انا بس بقفل كده الشكل الغريبه بتاعتي. الغريبه لونها يفتح كده كل ما نديها خدمه السمنه ساقعه، وتتخدم الاول ضرب السمنه لوحدها وبعدين نسبه السكر تتضاف عليها. بصوا بقى الكوره بجيبها هنا اهو، بين هنا في الحته دي. وعلى فكره طب اقول لك على حاجه، مخرجنا الاستاذ ابراهيم بيسالني على حاجه مهمه، بيقول لي وريني طب بتشكلي الكوره ازاي. على فكره في ناس بتطلع الكوره معاها بيضاويه، يعني مش شرط تطلع كوره مدوره. فسبحان الله كل واحد ايده على حسب يعني. فحتى لو حصلت كده سويها عادي في يعني في صاج الفرن وهتطلع مظبوطه. بصوا بقى، طيب نقدر نحتفظ بعجينه كحك، بعجينه بيتي فور، بعجينه غريبه في الفريزر؟ نقدر نشيل اي حاجه احنا زياده عندنا، نشيلها كعجينه وفي اي وقت تاني نحتاجها تطلع تفك على الرخامه ونبدا نشكلها بشكل تاني. اهي الكوره، وزي ما قلت لحضراتكم الخليط لازم يبقى ناعم ومظبوط. طبعا عايزين توزنوا قوي بقى بالوزن يعني، بس طبعا احنا كلنا ما بنعملش كده في البيت، بيبقى تقريبا المامهات كلهم على حسب يعني رؤيه عينيهم واحساسهم، طبعا خبره من السنين. لكن لو عايزين توزنوه اوزنوها تطلع كلها قد بعض، ماشي. يبقى نجاح الغريبه في السمن الساقعه، وفي كمان الضرب بتاع السمنه الاول وبعدين ضرب الايه السمنه والسكر مع بعض، وبعد كده نضيف الدقيق وما نعجنش كتير. يلا هنحط الحركات حالا. اخر حاجه اهي اهي، بصوا الصاج جميل ازاي. طبعا ما بنحطلهاش سمن ولا زيت، هي مليانه سمنه اهو. تعالوا بقى نحط هنا مثلا وندقه كده. لو عايزين اللوز يفضل ابيض ما يتحمرش زي اللي انا عاملاها، حضراتكم نقعوا اللوز من بالليل في ميه في الثلاجه
تمام. وبعدين بصوا بتك تكه بسيطه وانا بسكن بس البتاع، لكن ما ببططش الايه الغريبيه نفسها، ما ببططهاش، ما بضغطش عليها جامد عشان هي كده كده هتاخد ايه سنه، هتريح في الفرن فهتاخد سنه كده حلوه يعني. اهي ناخد بقى ممكن كريز، ناخد كده ايه هنا نص كريزه كده. معانا هدى، يا هدهد. الو ايوه يا ستي عظيمه. يا خرابي ايه العسل ده، اهلا اهلا. انا بحبك قوي قوي قوي، وانا كمان اهلاويه ومبسوطه قوي ان حضرتك فرحت الاهلي. يا روح قلبي يا روح قلبي، انا كمان مبسوطه اني سمعت صوتك قوي النهارده يا هدهد. انا بحبك قوي، نفسي قوي اشرب ميه معاكي قوي. يا نهار ابيض، لو كنتي معايا دلوقتي كان زمانك بتزيني الغريبه بالكريزه الاحمر دي. انا كمان بعرف اعمل بيت كويس قوي ما شاء الله عليكي. يا روح قلبي يا روح قلبي، انا مبسوطه بيكي جدا. في سنه كام يا هدى؟ انا في الفاينل فور. يا روح قلبي ربنا يوفقك، عندك امتحانات قربنا بعد العيد صح؟ صح. ان شاء الله اشوفك من المتفوقات وتكلميني وانتي ناجحه وجايبه شهاده كده، وبعدين تطلعي معايا بقى في البرنامج. اتفقنا يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني. عايزه حاجه اعملها لك؟ لا، عايزاكي تعملي كريب شوكولا من عندي ولعندي يا روح قلبي. ميرسي ميرسي يا روحي، ميرسي على اتصالك يا حبيبه قلبي، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. ميرسي يا دوده، بيقولوا لك يا توته اكيد. بصوا بقى هندخلها الفرن، حراره 160 ولا اي حاجه. يعني انا لو هنبص بصه برضو مع حضراتكم كده على البسكوت، بصوا كده سريع قبل ما احط عشان عايزه ارفع الصاج اللي تحت ده للغريبه. يلا طيب نحط بقى هنا الصاج ده كده لفوق شويه عشان مش هينفع احط الغريبه اللي تحت، هحطها هنا حراره 160 المفروض علشان ايه تفضل بيضه، المفروض ما تحمرش. اول ما تحت تاخد لون ذهبي بسيط خلاص انا هطفي الفرن وهطلعها. ولو حضراتكم هتبداوا بيها في الاول او الفرن كان حامي، هدوا الفرن الاول وبعدين ابداوا اشتغلوا فيها. طبعا اعتقد كده الحكم صفر بانتهاء الشوط الثاني، هنروح لاستراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا ورجعنا من الاستراحه، وهنبدا مع حضراتكم دلوقتي وهنقول عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا. عملنا البسكوت بالنشادر وعملنا كمان الغريبه، واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم. ودلوقتي هنبدا في نوع بسكويت، يعني احنا مش هنحط فيه زبده وسمنه لانه في ناس كتير قوي بتتحسس من الزبده والسمنه ما بيحبوهاش. هستخدم فيه زيت نباتي مليان، طبعا زيت مليان احنا اتفقنا ان هو من الزيوت يعني الجميله اللي ما فيهوش نسبه اولين اصلا، عشان احنا بنبعد دايما عن الحاجات اللي بيبقى فيها الاولين، ده هو اللي بيخلي الزيت شويه ايه يتقل كده ويبقى مش لطيف. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي للبسكويت اللي هو بدون سمن او زبده عندي 4 كوبايات من الدقيق، عندي 2 بيضه، عندي نص كوبايه من اللبن، معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي كوباية من السكر البودرة، وكمان كوباية من الزيت النباتي مليان، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الكاسترد باودر، ده بيدي لون كده حلو للبسكوت لو حابين حضراتكم تحطوها او مش عايزين براحتكم. رشة ملح ومعلقة كبيرة من روح الموز، دي احتياطي يعني لو انتوا عايزين تمام، مش عايزين خلاص ممكن تحطوا اي اسانسات تانية لو حابين ماشي، عايزين تجملوها باي حاجة طبيعية، عايزين تسيبوه كده بالفانيليا بس برضو ماشي. كل ده حاجات جميلة، عايزين تعملوا جزء منه بالشوكولاتة وجزء منه مثلا بالفانيليا، يعني نضيف له شوية من الكاكاو، هنشيل من نسبة الدقيق وهنضيف للكاكاو، يعني نشيل 2 معلقة دقيق مثلا أو 3 ونحط مكانهم إيه 3 كاكاو، لازم حاجة تحل محل حاجة. طيب بنشرب بس هنا كويس وهبدأ أشتغل مع حضراتكم. طيب بسم الله، هاخد البيض مع السكر البودرة الأول، بسم الله، بيضتين، وهحط معاهم الفانيليا اهي، ادي الفانيليا، وهاخد الكاسترد كمان هحطه مع السكر البودر، بسم الله، ادي الكاسترد، هنحط كده الفانيليا بتاعتنا اهو. طبعا الفانيليا اللي حضراتكم لو هتجيبوها خام استخدموها ليه من غير سكر عشان تبقى يعني قويه، اللي بسكر دي بتبقى ضعيفه جدا. طيب هاخد بقى كده الايه المكونات دي هحطهم، السكر مع الكاسترد اللي انا ضفته هنا
على ايه؟ على البيض. يبقى البيض والفانيليا والكاسترد والايه سكر البودره. بسم الله نضرب. طيب خليني بس ايه ارفع هنا اخد الشبك احسن علشان يعني ايه تتضرب كويس وبشكل حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله اهو. يلا بينا. هنزل بس كده اللي في الجوانب عشان ايه يختلطوا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وتعالوا نقلب مره كمان. بسم الله بسم الله. ناخد كمان. طيب هنا بقى هاخد كده اللبن وعندي هنا الايه البيكنج باودر على الدقيق وطبعا هاخد معاهم ذره الملح ذره كده بسيطه تظبط الحلاوه. ويا سلام لو حضراتكم تدخلوا دي ده في اي حاجه بتعملوها بسكويت معجنات بيتي فور اي حاجه ندخلوه كده نخله خلوا الايه الهواء يدخل جواه كده ويبقى جميل. طيب خلاص شلنا البيكنج باودر ذره الملح هاخد معايا الزيت جنبي واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هفتح هنا ارجع بس ده كده عشان ما يشتغلش فجاه وهحط كده الدقيق بالتبادل مع الزيت واللبن. خليني اخد معلقه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا هناخد كده شويه من الدقيق هنا بصوا كده انا هحطهم كلهم خلاص وبعدين ايه وبعدين هاخد بقى اشغل كده بالراحه انزل كده. بسم الله ايوه هنزل هنا من هدوء كميه الزيت. بسم الله يتغلغل فيه زي السمنه بالظبط كانه ببسهم مع بعض. وهمسكه باخر حاجه شويه اللبن اللي حضراتكم شفتوهم دول. تعالوا كده نبص بصه اخيره بس انا هشيل بقى ده خلاص عشان انا مش هحتاج ده عايزه الكف بقى هنا. تسلم الايادي والله كده. طيب ايوه يلا بينا هناخد بقى كميه اللبن هنا ونخلط بقى هنا خلطه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يلا بينا وننزل بقى شويه اللبن دول يمسكوا لنا العجينه دي. خلينا نبص اخر بصه قبل ما نشيل العجينه. ننزل بس اللي في الجوانب خلاص هي لمت وتمام وايه
هشوف بس القوام بتاعها. ممكن امسكها بايدي كده. اه بقى لها اخر شويه لبن صغيرين اهم اهم. اه هنحط كده اخر شويه لبن وخلاص اخر ضربه والحمد لله ربنا هيكرمنا باذن الله. كده يلا بينا كده تمام جدا بسم الله. خلاص ايوه كده خلاص الحمد لله تمت بحمد الله بسم الله. يلا بينا تعالوا بقى هنا نشكل بقى شكل. ممكن البسكوت ده يتشكل برضو بجيب الحلواني او لو حضراتكم نغير في الشكل شويه زي اللي انا عاملاه. خليني اوريكم كده ايه انا عاملاه ازاي. وممكن نعمل منه شويه بالكاكاو وشويه عاديين من غير حاجه. تعالوا كده الم بس العجينه هنا كده اهي. نحط دي بقى هنا نفرد عليها العجينه الحلوه دي هنا. بصوا كده اهو شايفين ينفع في الاثنين. الطريقه اللي تريح حضراتكم مفيش مشكله منها خالص. انا بس بغسل ايديا وايه وجايه حالا انا هشكله. ليه طريقه كده جميله نقدر نرش عليه شويه سكر لو عايزين شويه سكر كده سنترافيش حلوين شويه سكر عاديين كده. بصوا نمسح بس هنا. تعالوا بقى ايه نشكل. انا عندي صاج هشكله كده دواير زي فاكرين بسكويت العشر دقايق اللي احنا عملناه. هاخد صاج كده اهو بسم الله هنا اهي بلم. بصوا العجينه جميله ازاي بتاعته عجينته حلوه جدا. واحط هنا الصاج. هاخد كده كور كده صغيره. بصوا ده ممكن يبقى شكل جميل. يعني بحس ان الشكل ده قريب من شكل الكحك بس هو كنوع خفيف اهو. وهناخد بقى شويه كمان ايه سكر على الوش او نغمسه في شويه سكر اوريكم بيطلع ازاي. وتقدروا تضيفوا له شويه نعملهم بالكاكاو او بالقرفه. تقدروا تضيفوا له كمان قرفه باودر او كاكاو باودر زي ما احنا عاملين كده مع حضراتكم. بصوا اهو وهيطلع رائع زي الكوكيز. وتقدروا تعملوه بجيب الحلواني بس انا عشان عملت كذا شكل بقى قلت خلاص. طيب دلوقتي بقى مدام عزه اللي سالتنا على الشركسيه التركيه. الشركسيه دي بتتعمل بالفراخ وليها كده صوص جميل بيتعمل بالتوست العيش التوست. بنشيل الحروف بتاعته وبنخلطه بقى مع توم وزيت وبنضرب التوست ده في الكبه مع عين جمل او الجوز يعني وشويه مرق من سلق الفراخ الحلوه اللي احنا حطينا لها منكهات حلوه وسلقناها. في بوكيه جرنيه جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان. وبعدين بناخدها الفراخ دي بتتقطع كده شرايح حلوه علشان هي دي اللي الصوص الاساسي في الشركسيه كلها علشان نقدر نحط الصوص ده مع الفراخ الحلوه دي. يلا مين قولولي كده. هاخد بقى شوكه كده ممكن كده. هناخد شوكه بسم الله ممكن كده اشوف هنا. هاخد كده شوكه. ممكن اعملها فين بقى؟ ممكن اعملها في الكاكاو واعمل كده يعني ايه نعمله بشكل مختلف شويه. و او لو عندكم شكل ورده اي شكل من الاشكال دي نزلوه في حاجه وتعملوا بيه شكل حلو كده. عايزين ترشوا على وشه زي ما قلت لحضراتكم سكر تمام. وهيدخل الفرن على حراره 180 برضو على الشبكه في النص لحد ما ياخد لون ذهبي حلو. انا عامله منه الطبق الصغير ده بس الطبق الصغير ده عليه سكر مرشوش من فوق. يعني نزلت الكوره دي جوه السكر السنترافيش اللي ليه حبيبات وبعدين حطيتها في الصاج ورحت عامله له الشكل بتاعه بالشوكه. بيطلع اللون ده عشان السكر ده بيدي درجه من الالوان الجميله جدا. طيب احنا دلوقتي خلصنا البسكويت اللي من غير زبده ولا سمنه عملناه بالزيت مليان.
والطبق بتاعنا الجميل الرائع. اوكي كده اهو، ده كده، ده ده غمسناه في السكر ونقدر نعمل اي شكل بقى، بالكاكاو، بالقرفه، تلونوا منه جزء زي ما انتم عايزين، ده يرجع لحضراتكم. بس حاجه مختلفه وعجينه سهله وبسيطه. وبرده لاصدقائنا اللي مش عايزين بيض او لبن، نقدر نستعين عن اللبن بالعصير، اي عصير طبيعي حضراتكم، او بالميه، مفيش اي مشكله خالص. البيض مفيش مشكله وهيطلع البسكوت جميل جدا حتى لو من غير بيض. دلوقتي بقى اسمحوا لي لكل اصدقائنا المنتظرين الفقره القادمه معايا من الاسئله اللي هنتكلم فيها عن فكره الخمول والكسل، وليه احنا بنحس الشعور ده ونقدر نعمل ايه علشان نتغلب عليه، هيكون مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. هي معانا الفقره اللي جايه، مستنيه حضراتكم. ورجعنا، اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد بقى ما اخذنا استراحتنا. نبدا بقى مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني بجد، دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي دندنتي. اهلا بيكي. والنهارده موضوعنا لكل الناس طبعا، صح كده؟ طبعا، الكسل والخمول وكل الاعمار، وكل الاعمار، حتى الاولاد الصغيرين. والصداع المستمر. انا يعني ده انا عندي سؤال شخصي، لان انا عندي ابني صغير طول الوقت بيشتكي من الصداع. فعايزه اعرف بقى، قولي لنا بقى يعني ايه فعلا مفيش طاقه نعمل اي حاجه، ما عندناش مثلا حاسين بتعب خمول على طول، حاسه ان انا عايزه انام، انا قادره اقوم بس مش قادره اعمل اي مجهود، يعني المجهود ده مضايقني. طبعا الشكوى دي بالذات بقت بنسمعها كتير جدا من اعمار مختلفه طبعا، سواء شباب او بنات او كده. انا مش عارفه الشكوى دي ممكن نعمل فيها ايه، يعني ايه موضوع اداره الطاقه ده؟ موضوع مهم قوي. كلنا عايزين نعرف ندير نشاطنا اليومي ونعرف ندير طاقتنا اليومية، سواء رجال أو إحنا كستات. مشكلة أنك أنت بتصحي من النوم ما بتعرفيش تعملي النشاط بتاعك اليومي، أو بتبدأي فيه وتيجي في النص ما بتعرفيش تكملي النشاط للآخر. ده ليه أسباب كتيرة قوي. اولا عندي اسباب مرضيه للخمول والكسل، ده مش هنخش فيها يعني. أوكي. مش هتكلم انا على لا لو حاجه مرضية مزمنه او حاجه بتضطرنا لده خلاص. بالظبط، يعني لو هتكلم بشائع، امراض الكلى، امراض الكبد، امراض القلب، امراض الغده الدرقيه، كل ده بيؤدي لكسل. هتكلم بقى على الطبيعي زي الطبيعي اللي ما عندوش اي حاجه وبرده حاسس بكسل. حاجات كتيره جدا. اولا النوم المتقطع، ما ينفعش اقلب نومي بالليل ليل نهار ونهار ليل. الليل ده للنوم، مهم قوي ان انا اعرف انام ايه. اروح فين دلوقتي؟ انا مكسوفه جدا. انا بعمل زيك يا عظيمه، يا نهار ابيض، بعمل زيك، بس بحاول ان انا احاول 12 ابقى نايمه في السرير خلاص. انت عارفه ان انا عرفت ان انا بسال حاجه بس بسيطه كده، انه الوزن بيثبت اذا انت ما نمتيش في وقتك بالليل وصحيتي زي الناس الصبح. طبعا الوزن بيثبت، ما بتعرفيش تنزلي، التمثيل الغذائي كلها بتبوظ. يا نهار ابيض. بالليل الليل لما بتيجي تنامي بيحصل ديتوكسيفيكيشن، الجسم بيطرد السموم والكبد بيتنظف وحاجات كتيره جدا. سبحان الله، ربنا ما عملناش حاجه وحشه أبداً. ابدا. الليل يعني نوم، يعني راحه. في ناس ما بيقلبوا ده في ده وده في ده. والاكل بالليل ما ينفعش اخد الوجبه الرئيسيه بتاعتي بالليل وانام. لا انا الحمد لله ما بعملش كده. يعني في كتير بيعملوا ده. ده ما ينفعش. كثره الاكثار في الكافيين، ما بقولش ان احنا الكافيين بيعمل نشاط. انا ممكن أوكي. اسيب الحلقه واروح عشان انا بعمل حاجات كتير غلط. لا مش معقوله تكوني بتشربي 5 6 قهوه في اليوم. بشرب يوميا يعني، سواء اعتزال كده على طول. بتقولي انك تعبانه ما بنامش، ما بتنامش، احساس بالارهاق طول الوقت. انا بشرب 2 كافي في اليوم، انا بالنسبه لي ده كفايه وبيعمل نشاط. لكن اكتر من كده الاكسس كافيين بيعمل ضربات قلب وبيعمل مشاكل في ضغط الدم، بيزود ضربات القلب طبعا. فعلا صحيح. فناخد بالنا من ده. عدم شرب الميه وتعرض الجسم للجفاف اكيد. وهرجع اقول نقص الفيتامينات والمعادن من العوامل الاساسيه اللي بتخلي عندنا كسل وخمول وتعب، ما دام ما عنديش مرض مزمن يؤدي الى ذلك. طب اتفادى بقى ده، اتفاداه بقى ان انا لما اجي اخد مثلا مكمل غذائي، انا بقى خلاص الحمد لله عرفت ان انا ما عنديش حاجه، ودلوقتي انا اكتشفت ان ده نقص في الفيتامينز خلاص، مع عاداتي السيئه ان انا اعدلها. صح. طيب ايه بقى اختار، بناء على ايه اختار انا المكمل الغذائي؟ ما انا بشوف ملايين الانواع في السوق، في الصيدليه. في الصيدليات
لازم اختار مكمل غذائي يحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. بس مفيش يعني مكمل معلش حتى اللي احنا عارفينه مستوردين ما فيهمش كل مجموعه فيتامين بي كامله. نزل في الماركت وفي الصيدليات الف مالتي فيت اللي بيميزه عن منتجات كتيره جدا لانه يحتوي على مجموعه فيتامين بيه الكامله. ايه هي مجموعه فيتامين بيه الكامله؟ فيتامين بي 1 طبعا. بستاذن الساده المشاهدين يصوروا العلبه عشان لما يروحوا الصيدليه يسالوا عليه ما عنديش بديل لالف مالتي فيت. الف مالتي فيت ده الشكل، جواه ثلاث شرايط كل شريط 10 كبسولات. طبعا موجود في الصيدليات وعندنا رقم الشركه عشان لما نيجي نتكلم في الرقم لو عايزين يعرفوا الصيدليه القريبه جنب بيتهم اي واحده بيعرفوا يرشحوا لهم الصيدليه. الف مالتي فيت ليه مميزات قويه جدا غير موضوع كمان التعب والخمول. انا ممكن اقول ان الف مالتي فيت قوي جدا كمناعه، قوي جدا كمضاد اكسده، قوي جدا كتمثيل غذائي. لان انا على طول بقول لازم ادعم التمثيل الغذائي بتاعي. صحيح. حلو لصحه الضوافر والشعر والبشره. طيب الفيتامينز اهي بقى اللي نازله فيه بالظبط. مجموعه بقى الفيتامينز دي عباره عن ايه؟ زنك طبعا كلنا عارفين قد ايه الزنك مهم للمناعه، وعشان استعيد نشاطي لازم اعلي مناعتي. يمكن لما بيجي لنا برد مناعه لما بيجي لنا برد الطاقه عندنا بتقل قوي. بتحسي انك مش عايزه تنزلي وده الصح. يعني ما ينفعش ان انا ترهقي الجسم بقى زياده. ما ينفعش خالص. ما ينفعش انك انت تعادي مناعتك، المناعه بتسحب كل طاقتك عشان تهاجم البكتيريا او الفيروس. فلازم نقعد في البيت وقت البرد. انا شايفه الزنك هنا نسبه كبيره. معلش برضو عرفينا على النسب معلش بعد اذنك يا دكتور دينا عشان بس نبقى عارفين الفروق بين هنا وبين اي مكان تاني فين. اوكي زنك 23.9 وقصاده النحاس. ليه بقول النحاس؟ النحاس الزنك مش هيشتغل غير لما ياخد نحاس. الزنك ما يعرفش يشتغل لوحده، فاللي بيميز الف مالتي فيت انه داعم الزنك ومعاه نحاس. كويس. والنسب بتاعته كويسه ولا الزنك عاليه هنا؟ كويسه ومعقوله ان انا استخدمه استخدام يومي كبسوله واحده بس. فيتامين هي اللي هو فيتامين اي داعم جدا كمضاد اكسده وداعم ان هو بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره وداعم لخصوبه المراه بشكل ما. أيوة. لكن ليس له علاقه يعني ليس علاج للعقم. مش معنى ان انا بقول داعم للخصوبه لان هو بينشط لي الدوره الدمويه فممكن ينشط الدوره الدمويه للمبايض، بس لازم طبعا تروح للدكتور لو هي عندها تاخر في الخلفه. ده لا محال. ده لازم يعني. عليك بالظبط. فيتامين سي ليه حاجات كتيره جدا. فيتامين سي فيتامين سي ممكن اقول انه داعم للمناعه، ممكن اقول انه بيعلي سرعه امتصاص الحديد. ممكن اقول انه بيعلي او بيعمل على تحفيز انتاج الكولاجين. عندي 500 ملي جرام. عندي فيتامين بي بكل انواعه، فيتامين بي 3، فيتامين الفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده لوحده، ده بنجيبه لوحده، عمره ما دخل جوه مكمل غذائي على فكره الفوليك اسيد. اصل انا بصي درستهم كلهم الحقيقه. بصي هو لا غنى عن الفيتامينز طبعا، واحنا كستات على طول بنلجا لفيتامينز على طول. ورجال محتاجينه كمان. احنا محتاجينه رجال كمان محتاجينه. ما كمان ما بقاش فيه الحاجات الصحيه اللي بقينا زي زمان بنقدر نعوض في الاكل. الاكل وبعدين الرجال كتير دلوقتي شغلهم بيحتاج نشاط. صحيح. المهندسين اللي بيقفوا بالساعات والرياضيين بيبذلوا مجهود شاق جدا، ويمكن الرجال اللي بيشتغلوا على العربيات اللي بيقعدوا ساعات طويله جدا جدا سايقين محتاجين تركيز ومحتاجين نشاط. محتاجين ما يبقاش عندهم كسل عشان يكملوا. الرياضيين على فكره الف مالتي فيت رائع للرياضيين. حقيقي طبعا. لانه بيعلي جدا النشاط، وفيتامين بي بيحول لي الاكل لطاقه. وهم بيحتاجوا فيتامين بي جدا طبعا، بيحتاجوا لحاجات كتير للتمثيل الغذائي وللنشاط ولصحه اعصابهم. يمكن الرياضيين بيبقوا عايزين يبنوا عضلات، طبعا العضلات يعني بروتين طبعا، طبعا. بروتين. طيب انا عشان اشيل اوزان وما احسش ان ايدي الاعصاب تلفه او تتهز لازم ادعم بفيتامين بي. وفيتامين بي ما في ملوش اضرار خالص لان هو كمان ووتر سوليبل. مهم للرياضيين زي ما قلت البروتين وفيتامين، ومهم ليهم الزنك جدا. والله زنك وفيتامين سي مناعه طبعا، مناعه، فلازم مناعتهم طول الوقت عاليه. عندي داخل الف مالتي فيت الكالسيوم. الله الكالسيوم، انا ما خدتش بالي من الكالسيوم. الكالسيوم موجود نسبته حلوه رائع 70 فقط. هو الطبيعي المفروض يبقى ايه دي 1000
ألف. البالغين 1000. أوكي. الست الحامل 1200. المونوبوز السن ما بعد انقطاع الدورة 1200، والستات الكبار أكيد 1200. الحلو في ألب مالتي فيت أنه داعم للكالسيوم ب 70 ميلي جرام. ليه 70 ميلي جرام؟ لأن احنا بنقول أن هذا المكمل الغذائي بيتاخد يومي، فما ينفعش نعلي نسبة الكالسيوم، بيبقى له تأثير في أماكن أخرى طبعًا في الجسم. ف 70 مع الألبان والجبن والحاجات اللي فيها الكالسيوم، لأن الجسم لا يوصلنا الكالسيوم، الجسم ما بيصنعش كالسيوم، محتاجين انتاج كالسيوم. صحيح. فقلب مالتي فيت الحقيقه نسبه التركيز بتاع الكالسيوم رائعه. طب قولي لي بقى دلوقتي، انت بتقولي وموجود في كل الصيدليات والارقام دي تتواصل فيها الاقرب ليهم عشان اصدقائنا اللي في المحافظات. طبعا احنا موجودين المنتج في كل لما بينزل في صيدليه، ينفع اي منتج ينزل صيدليه؟ يعني المستورد مثلا ملوش اوراق، ملوش يعني، انا دايما ليه بفهم منك عشان احنا بنشوف حاجات على السوشيال ميديا، حاجات كتير وعلى اكونتس كده، بنبقى عايزين نجرب يعني كلنا، بس اقصد يعني هل فعلا ده رول؟ انا ما بحبش اجرب صيدليه الا لما بيكون ليه ورق طبعًا. وتمام طبعا، ولا ما حدش يعني، انا مش بعمم ان كل الناس اللي على الفيسبوك وحشين، بس انا ما اقدرش اقول ايه الحلو وايه الوحش، ما اقدرش، انا ما احبش ان انا اخد مصدر الحاجه دي مدعمه منين او مين اللي فقط ده مهم. وده كلام السيد نقيب الصيدله الدكتور نقيب الصيدله، قال لك ايه كان بيتكلم في برنامج، قال لك اي مكمل غذائي اي دواء وات ايفر لما نيجي ناخده بناخده من الصيدليه. يعني ايه صيدليه؟ يعني اوراقه سليمه مرخص واخد مترخص وبطمن كل الساده المشاهدين ان ألب مالتي فيت احنا شايفين ترخيصه على الشاشه من هيئه سلامه الغذاء، فمرخص من الجهه المختصه، يعني معنى كده انه نزل على تستات وتجرب كتير، وان هيئه سلامه الغذاء ادت لنا التصريح ان احنا نقدر نبيعه. تمام. فده امان لكل الناس اللي بتتفرج عليا، ان هي عارفه ان ألب مالتي فيت مرخص والترخيص قدام كل الساده المشاهدين بكل امان، بلس انه مكتوب انه متوفر بالصيدليات. معنى انه متوفر بالصيدليات انه خلاص حتى الترخيص ده موجود، اي صيدليه شافته قبل ما تحطه على الرف عندها اكيد. فاكيد بليز ما حدش يجرب حاجه على صحته، لان الصحه لا مش محتاجه. صحيح. طب هسال بقى حاجه دلوقتي، انت قلتي هما ثلاث شرايط، الشريط فيه 10 كبسوله، يكفي قد ايه؟ هيكفي شهر، يعني هو احنا ناخد واحده كبسولة واحدة في اليوم هيكفي شهر. العبوة سعرها رائع، مناسبة لكل بيت مصري بلا استثناء، الغني هيقدر يشتريه والمتوسط هيقدر يشتريه والفقير هيقدر يشتريه. طب السؤال بقى دلوقتي هو للأعمار، يبدأ منين والأعمار وبعدين نسأل على أصحاب الأمراض المزمنة اللي ممكن يبقى عندهم أمراض مزمنة، هل عادي يتعاملوا معاه؟ ألب مالتي فيت بيتاخد من سنة 14 سنة، مفيش أي مشكلة. كويس. أصحاب الأمراض المزمنة سواء سكر سواء قلب كوليسترول، ما عنديش أي مشكلة في ألب مالتي فيت، بالعكس مفيهوش يعني حاجة. فيتامين إي مضاد للالتهاب، أنتي أوكسيدنت، فيتامين سي أنتي أوكسيدنت، فأوريدي بيعمل على عدم أكسدة الدهون الضارة ألب مالتي فيت، لكن ليس علاج للكوليسترول برضو عشان الناس تبقى فاهمة الوضع. لكن هل هو يتعارض مع أي دواء؟ هو مفيهوش أي مادة فعالة يتعارض مع أي دواء أصحاب الأمراض المزمنة بتاخده، ويقدروا لو حبوا يستشيروا الطبيب مفيش مشكلة. أوكي. مريض السكر أكيد الدكتور بيدعمه بفيتامين بي كومبلكس، أقدر أقول له إن ألب مالتي فيت دخله فيتامين بي كومبلكس العائلة كاملة. الكونسرن بتاعي البسيط جدا ان هم ممكن اصحاب الامراض الكلى او امراض الكبد يستشيروا الطبيب في اي حاجه بياخدوها، مش بس فيتامين، او حتى الاكل والشرب بيبقى برضو الدكتور بيقول لهم الاكل الاحسن ايه، الاكل مش احسن ايه، واتفر. لكن كل الناس التانيين يقدروا يستخدموا ألب مالتي فيت بطريقه امنه جدا. وعلى الشاشه دلوقتي المميزات اكيد بتاعه هذا المنتج المرخص من هيئه سلامه الغذاء، ألب مالتي فيت. اوكي. هو يعني اعلى في التركيز في الزنك. ده الاعلى، تركيز زنك يعني مناعه يعني طاقه، ذكوره يعني بيحسن الخصوبه بشكل ما، وليس علاج لعقم عند الرجل. بشره طبعا. يعني ايه بشره؟ يعني هو اوريدي في فيتامين اي، في فيتامين سي، واحنا عارفين ان كل الحاجات دي داعمه جدا للبشرة. وفي فيتامين بي للترطيب كمان. الله. فانت وانس انك رطبتي هتاخري جدا ظهور الفاين لاينز والتجاعيد. الشعر لانه يحتوي على الفوليك اسيد، يحتوي على الزنك، يحتوي على النحاس، يحتوي على البيوتين. نقول للست اللي حامل لما بتاخد في اول الحمل بيفضل طول فتره الحمل شعرها رائع وشعرنا بيتقل وشعرنا بيبقى جميل. بالظبط. لازم الست الحامل تاخد فيتامينز عشان ما تتاثرش، وبالذات الكالسيوم بقى عشان
هي وهي حامل البيبي هياخد الفيتامينز اللي هي اللي هو عايزه. مش هيهمه ان هي ما عندهاش مخزون للفيتامين. لو سحب منها الكالسيوم قوي هيحصل لها مشاكل كبيره جدا في العظم. فلازم اي سيده حامل تستشير الدكتور بتاعها ازاي تقدر تاخد الفيتامينز. اكيد بدا عاملها الف مالتي فيتامين، تقدر تسال الدكتور هل هي محتاجه اكسترا سبلمنت كالسيوم مع الف مالتي فيت وقت الحمل، وبعد ما بتولد بتاخد بتكمل على الف مالتي فيت. ده هايل جدا. طب وما بعد بقى، بعد الولاده تقدر تتعامل مع الفيتامين عادي؟ عارفه يا عظيمه، يعني يمكن السيدات اللي هم اللي بترضع يقول لك خلاص انا خلصت وولدت مش هاخد فيتامينات، دي مقوله خاطئه. لازم فوليك اسيد. الفوليك اسيد كمان بيدعم صحتها النفسيه. احيانا السيدات الحوامل بعض منهم بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولاده. صحيح. لازم تدعم الصحه النفسيه بتاعتها، الفوليك اسيد بيعمل ده. محتاجه اوميجا، محتاجه اوميجا، يا اما تاكل اسماك دهنيه يا اما عندنا حاجات محترمه في السوق فيها اوميجا. الدكتور برضو اللي بيقول لها اللي بيرشح لها الفيتامينز اللي هي محتاجاها، بقول لها ان الف مالتي فيت رائع لانه فيه فيتامين بي كومبلكس، فيه فيتامين سي، فيه كالسيوم مهم جدا ليها، فيه زنك وفيه نحاس. طب انا لما هاخد الالف مالتي فيت ده امشي عليه فتره قد ايه؟ وهل لازم اوقفه زي باقي الفيتامينز او المكملات الغذائيه اللي بتساعد؟ عشان في حاجات لازم نوقفها ما اقدرش استخدمها مثلا لفتره طويله. فقول لنا برده الحته دي. الالف مالتي فيت ما فيش مشكله ان انا بستخدمه، اولا التركيزات بتاعته امنه ومصرح بيها، وهو مكمل غذائي وليس علاج لاي مشكله. فانا ما عنديش مشكله ان انا اكمل بيه، بلس ان معظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، يعني الاكسيد منه بينزل عن طريق البول، لكن هو مش هيحصل اكسيد لان التراكيز اللي موجوده اقل من المطلوب. انا محتاجه ادعم كمان بالاكل الصحي. كويس جدا. طيب عندنا بقى اسئله لبعض اصدقائنا يعني عايزين نجاوب عليها، عشان برضو في الكنترول سالني كذا سؤال. طيب ظهور البقع البيضاء لما بتظهر هنا في الضوافر ده بيدل فعلا على نقص الفيتامين زي ما بنسمع كنا زمان؟ ايه ده، بصوا ضوافرك انت عندك نقص فيتامين، يا ترى يبقى فيتامين ايه؟ ولو ده حقيقه يعني ما دام ما عنديش عدوى فطريه او حاجه، برضو برجع اقول عشان برضو بنرجع نستشير الدكتور بتاعي، اقدر اقول وقتها ان ممكن يبقى نقص كالسيوم. كالسيوم وممكن زنك، لكن هو بيبقى مين لي كالسيوم. طيب طيب التئام الجروح بقى. مثلا انا اتعورت، كنا زمان الاول انت عارفه كنا صغيرين الواحد ياخد تاني يوم تلاقيه عمل قشره، ويعني ما شاء الله علينا كنا فريره. ايوه. دلوقتي ممكن بتاخد وقت شويه، هل لو هي بتاخد وقت بيبقى ليها علاقه بحاجات معينه ولا ممكن يبقى برضو بنقص فيتامين؟ بيبقى ممكن يبقى نقص فيتامين سي، وكمان بيبقى ليها علاقه. يعني انا لازم اطمن على سيوله الدم عندي واستشير الطبيب بتاعي واطمن على مستوى السكر، لان السكر لما بيرتفع وبخش ببقى دايابيتك اكيد السيوله عندي بتبقى عاليه. فلازم برضو اطمن على نفسي، لو انا الدنيا تمام ممكن وقتها اقول انه نقص فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد جدا على التئام الجروح. هايل. طيب الكدمات بقى، ساعة ننام ونصحى نلاقي كدمة كده ما بتبقيش عارفة هي ايه، او لو لا قدر الله حد فينا اتخبط يعني وقتها بتبقاش باينة قوي. أيوة. بس بعد كده بتاخد وقت عقبال ما بتروح، كانت الاول بتاخد لها يومين ثلاثة وبتروح. ممكن مدام لو ما عنديش برضو ارجع اقول مشكلة في الدورة الدموية، باخد الف مالتي فيت فيتامين سي رائع رائع لمقاومة هذه الكدمات. طب السؤال بقى دلوقتي، فيتامين سي فعلا للولاد الصغيرين، انا يعني ده دايما الدكتور يقول ايه، لازم نديهم مع الحديد فيتامين سي. طبعا بيبقى الفتره كده، حتى بيدعموا فيتامين سي اكتر فترات الشتاء. طبعا عارف. طبعا بس انا شايفه احنا ك يعني ناس عاقله بالغه سليمه بناخد المفروض جرعتنا قد ايه من فيتامين سي؟ فيتامين سي انت عندك لغايه 1000 ملي جرام ما فيش مشكله. يعني انا لو باخده كده وانا شايفه ان انا كويسه وتمام والحمد لله ما عنديش مشكله، اقدر اخد في الالف مالتي فيت اللي فيه 500 بس طالما ماشي عليه كل يوم؟ هو ده بقى، هي قصة كمان في قلب مالتي فيت مستو في تركيزه. فانت عندك 500 ميلي جرام فقط فتقدري تمشي عليه، ما عنديش اي مشكلة، وتاكلي سلطات. طبعا فيتامين سي موجود في البرتقال، انت على طول بتشوفي اول ما يجي لنا برد على طول. والليمون وعلى فكره موجود في الطماطم، طماطم موجود في الكريز. بس هي الصوديوم فيها نسبته عاليه شويه. موجود في الكيوي قوي. الكيوي رائع. الكيوي رائع والجوافه. الجوافه دي رائعه برضه. طبعا طبعا. فاقدر اخد الف مالتي فيت لانه فيه 500 ملي جرام تركيز حلو كمناعه. مش قليل. استمر عليها مش قليل طبعا خالص. في نفس الوقت ما بخافش ان انا اخده يوميا لايف تايم. فهمت جدا. طيب في ناس بقى دلوقتي اصدقاء لينا بيقولوا ساعات قشره الشعر بتظهر كده بتبقى بدون مقدمات، يعني ممكن يبقى شعرها دهني وبتغسل شعرها كويس وكل حاجه بس ساعات تظهر،
القشره دي بجد ممكن تبقى مؤشر ان في نقص فيتامينز؟ ممكن فيتامينز؟ ساعات بتبقى فطريات او وات ايفر، واحيانا بتبقى نقص فيتامين د، نقص فيتامين بي كمان ممكن يؤدي. ياه، ده اللي يسبب نقص قشره؟ اه ممكن طبعا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بس انا عارفه انه دال بقى لازم نعمل التحليل، لانه دال ده بالذات شائك صح؟ يعني كتره ما بيبقاش كويس. بس الحقيقه يبقى لينا نسب على حسب العمر والنسبه بتاعتنا اللي ناقصه عندنا. بس الحقيقه ما اعتقدش ان احنا فينا واحده كست لو عملت دلوقتي تحليل فيتامين د هيطلع عندها نقص فيتامين د. انا على طول طبعا يعني كل الفتره بروح اطمن النسبه بقت هي ولا قلت ولا زادت. وتلاقينا طول الوقت بناخد سبلمنت في فيتامين د حتى لو لفتره بالوقت. بس ده الدكتور حدده بقى بنسبه. الدكتور كل واحد على حسب النقص عنده قد ايه بالظبط. بس احنا معظمنا كستات ما بنحبش حتى نتعرض للشمس، ما بقاش في حد يدينا الحياة بقت. فبتلاقي عندنا نقص في فيتامين د. انا شخصيا لسه عايزاه، لقيت عندي نقص باخد بتركيز كبير دلوقتي ده مهم. فيتامين د بس ده مهم جدا. فيتامين د مهم للصحه وللمناعه وللمود والوقايه من حاجات كتيره جدا. طبعا فيتامين د مهم قوي اكيد. والصداع الشديد ده بقى ده ممكن بجد يبقى كده ولا الصداع الشديد؟ اصل بيجي الاطفال، اصل اطفال تصدع ليه؟ ما احنا بنديهم كل الاكلات الكويسه، بنديهم فروتس، بنديهم خضروات، وبنديهم كل حاجه. من اسباب يعني ايه طفلي صدع دي؟ انا مش قادره اصدقها اقسم بالله. لازم اولا ينام كويس، برضو ارجع اقول النوم بيبقى لو بينام كويس ويشرب ميه كويس لان الجفاف بيعمل صداع. ومهم فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين. الكوبالامين مهم جدا جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء. لو الكوبالامين مش موجود اكيد ممكن يحصل صداع، لان مفيش خلايا حمراء دم كفايه عشان الاكسجين وتوصيل الاكسجين وحاجات كده، فممكن يؤدي الى صداع. ففيتامين بي 12 مهم قوي، بلس النوم كويس، بلس ان انا اشرب ميه كويس جدا وامتنع او اقلل الحلويات. انا على طول بقول للاطفال الامهات ليهم عامل ان هم مش طول الوقت عشان يسكتوا ابنهم او تسكت بنتها تديها الجيلي والحاجات اللي احنا بنشوفها في السوبر ماركتات. انا بخش والله عظيمه احيانا سوبر ماركت الاقي مثلا ام بنتها بتشتري المحل كله شوكليت 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 وحاجات كتير. انا ما بقولش انك تحرمي البنت، لا بس نجيب بس بمحدود بالظبط، اديها بمحدود عشان لا. بعد كده لما تكبر الاطفال لما بنربيهم على حاجه معينه بيكبروا في صحتها في صحتهم بيكبروا عليها. صحيح دي حقيقه. احنا اتربينا والله تربيه بجد شابو لاهالينا كلهم والجيل القديم دول ما فيش منهم ابدا في الدنيا. يعني احنا بنجتهد نبقى زيكم بس ربنا يقدرنا. طبعا انا طبعا يعني بصي مبسوطه لانه الاسئله كلها اللي جايه في حياه حياتيه كلنا بنعاني منها، حاجات بتجي لنا كده بس ما بنبقاش مركزين قوي يعني. صح. هي دي فعلا ممكن يبقى، بس عارفه عشان انا جربت وبدات اروح للدكتور والاقي والتحليل يطلع، فبدات احس ان اول ما احس الاحساس ده اقول انا لازم اروح اعمل التحليل فورا، اروح للدكتور واعمل التحليل واشوف الدنيا فيها طبعا إيه. لا ما نستناش. ما نستناش يعني، لا ما نطنش. في ناس بتطنش وستات بتطنش، بس ده بيأثر عليها حرام بشكل سلبي جدا. بيأثر اكيد، لكن أكيد. احنا مع الفيتامين ده بجد امان، اقدر يعني اخده طول الوقت ما عنديش مشكله. امان جدا سنة. الجرعه كبسوله واحده كفايه، ما بنكترش على الكبسوله. الجرعه المصرح بيها والمرخص بيها هو كبسوله واحده في اليوم. يمكن لو ست او راجل محتاجين اكتر ده وقتها بتستشير الدكتور. أوكي. وامن جدا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، سعره رائع، موجود في الصيدليات في كل محافظات مصر. انا بشكرك جدا بجد يا دندونه، انت نورتيني وشرفتيني بجد. تسلمي لي يعني بجد والله، بشكرك جدا على وجودك معايا وعلى ردودك على الاسئله بجد بتاعت اصدقائنا. وبشكر حضراتكم الساده المشاهدين على حسن المتابعه لينا فقرتنا. بشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده الدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. و السلام عليكم.